الله والخمس حدود والسر فينا موجود 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 بني معروف الاسود منصوره على الطغياني بني معروف الاسود منصوره على الطغياني الله والخمس حدود كما لا مع مجيدة تاريخ الماضي نعيدة كما لا مع مجيدة حنا اليوث السوادة حنا أحفاد السلطاني حنا اليوث السوادة حنا أحفاد السلطاني الله والخمس حدود والسر فينا موجود الله والخمس حدود والسر فينا موجود بني معروف الاسود منصورة مشاهدينا الكرام أطيب الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا مع شاشة تلفزيون البسمة وموقع المصادر. سننقل لكم هذا الحدث، هذا أعظم حدث يمكن توصلت له الطائفة الدرزية في الآونة الأخيرة. هذا حدث هنا من موقع ربيم في مركز تل أبيب، التجمع الجماهيري الكبير لنقل إليكم الاحتجاج الكبير للطائفة الدرزية ضد قانون القومي. بدناش نحكي عنه للقانون إشي غير شكل، ولكن معي أول ما نبدأ في هذا البرنامج اليوم بعدنا الشباب ما طلعوش من القرى تقريبا لسه حوالي 3:30، معي موقع المصادر والضابط أنور صعب. بنقول لك أول شيء يعطيك العافية. يا هلا أهلا وسهلا. يعني توقعاتك اليوم للي بدنا نشوفه؟ الحقيقة توقعات كثير إيجابية. إحنا بنحكي على ما يقارب 35,000 بنادم اللي يجي لهون، إحنا حضرنا 25,000، أما يمكن نوصل لأكثر من 30,000 بنادم. كل القرى الدرزية جاي لهون، أنا بعرف باصات تقريبا 20 باص من زخرون، من كل يشوف كوخافي إير جاي، من بير السبع، حيفا، تل أبيب. نتوقع لإشي كثير كبير كبير هون لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وهذا هو حدث تاريخي. لازم نفهم هذا الشيء، إنه الطائفة الدرزية متحدة، أما عن جد متحدة، ولازم نقيم كل السياسة من النقاش ونعمل كل شيء حسب الطائفة الدرزية تأخذ حقوقها، لأنه زي ما بقول في عبرانه أفتخوت بالخود معصيم الخود، أنا حكم لهم أفتخوت بإن معصيم. حسب هيك لازم إحنا نكون متحدين، الدولة معنا، خوك لأوم، قانون القومية هو قانون يجب أن ندخل فيه المساواة، وهي هي كل القصة. يعني أنا بدي أسأل حضرتك أخ أنور، أنتوا القائمين هون شو أكثر إشي بخوفكم؟ يعني من إيش أنتوا بدكم تكونوا حذرين؟ من إيش تطلبوا من الإخوان الشباب اللي جايين من الشمال، يمكن يوصلوا من بيت جن، من المغار، من يركا، من كل كافة القرى وما من الكرمل؟ شو اللي بخوفكم أنتوا القائمين على هذا العمل؟ احنا بشكل عام نخافش الغير من الله. الاشي المهم اللي مش لازم يكون واللي بيقدر زي ما بقولوا يفقع بقول في العبراني في قيم الطائفة الدرزية هو الخلقانيوت. واحد بده يفرجي حاله، بده يعمل مشكلة، زعلان من كلمة، لازم في هذا الوقت نتعالى عن كل هالاشياء ونفرجي وجه الدرزي الحقيقي، الدرزي اللي بيحترم، الدرزي الذي يحترم غيره، اللي بيحب غيره، واللي بيغار طيفته. إذا إحنا هون جاي نعمل ترجيلين بوليتيم أو مسخكين مش الإيجو، إحنا هون في مشكلة كبيرة. حساب هيك بطلب من الدروز، كل واحد بيصيح بسب بقيم يهودي من غير درزي، قل لك الله يسامحك، هاي اللي عتسيرت هذا الحدث هو حدث يقول لكل الدنيا نحن الدروز هون نحن. أنا بفهم من حكيك أنا كنت متوقع أنه يجوا متطرفين معينين يحاولوا يحتكوا فينا بطريقة أو في أخرى على أساس يورجونا أنه إحنا طائفة مشاغبة أو طائفة تريد العنف أو بالضبط. أقول لك إشي كمان، رؤساء المجلس، الضباط، متل ما أفاك اللي نسميه، الشيخ موفق طريف على رأس الطائفة كلها،
وحتى أعضاء الكنيسة. في اتحاد غريب هون اللي فيش هون سياسي سابقا، مين بده يخرب؟ إذا اللي مش في قلب الطائفة من رأيت الطائفة، أما أنا بخاف إيجابي. إيه؟ اتحاد غريب هو إيجابي، اتحاد إيجابي جدا ومش ضد الدولة، هذا لازم نفهمه. إحنا ضد إنه فيش هناك مساواة في القانون، إحنا مش ضد القانون القومية، يكون قانون قومية فيش أي مشكلة، في قانون فيش قانون، في وثيقة الاستقلال وهي الوثيقة بتقول كل شيء، والمكتوب في القانون ومكتوب في الوثيقة، بس إن قاموا الأشياء المهمة من الوثيقة واللي بقاموه بدنا نرجعه باي هوك أند باي كروك. خليلنا إياك يا هلا وجدي. أنور متفائل أو يتناسى أو يتغاضى موضوع التخوف هنا إحنا الطائفة الدرزية من المتطرفين، ما أنت عارف شو رأيك أول شيء؟ طلع تعطي نحكي شغلة واحدة، إحنا من الصبح يعني أنا من امبارح في الليل هنا يعني شفت نقاشات وجدال واسع يعني بين مع القانون أو ضد القانون، يعني شفنا كمان ناس إجا امبارح كان محامي مثلا اللي كان مع دروز في وحدة قفعاتي في الجيش، وكان اليوم كمان واحد اللي هو كان في الجيش كمان مع دروز قبل 40 سنة، وكان في نقاش ولكن النقاش كان نقاش تربوي. صحيح أنا لا أنكر أن هناك تخوف معين من قضية الاحتكاك أو من قضية تيجي ناس تدب كلمة هون أو كلمة هناك، ولكن أنا كل أمل بشبابنا وكل أمل بقياداتنا الطائفة الشعبية والرسمية، ليس فقط الرسمية، الشعبية أيضا، أن يكون لها دور في حبس الأمور في محل المسؤولية وفي مكان المسؤولية، طبعا عدم الانجرار لهذه الجدالات التي نحن بلغنا عنها. وبالفعل هذا ما رأيته اليوم، يعني كان أحد المواطنين اليهود اليمينيين المتطرفين حاولوا أن يخلقوا بلبلة في هذا المكان، ولكن رأيت موقف يعني أنور صعب. أنور لم يتحدث عن هذا الموقف، ولكن رأيت موقف أنور صعب بشكل خاص كيف دار الأمور وكيف طلب من الجميع بالفعل عدم الانجرار وراء هذا التصرف. وبالفعل هناك استمعوا إلى أنور صعب، وهناك مثل ما قال أنور صعب اليوم اتحاد إيجابي بين كافة قيادات الطائفة الدرزية. هذا الاتحاد يعني بديش أقول إن الحمد لله أنه في قانون قومي، ولكن في قانون قومي وفي اتحاد، وهذا شيء إيجابي وهذه نقطة إيجابية. أأمل أن يستمر هذا الاتحاد ليس في قضية قانون القومية فقط. مجدي قبل ما نتأمل ونتمنى وكل شيء، أنا بعرف عن كثب أنك أنت ترافق المجلس الديني فضيلة الشيخ أبو حسن الموفق من بداية الأسبوع في تل أبيب وفي القدس وفي سيدنا الخضر وفي جولس وفي شتى المحلات مع السلطات المحلية. كيف شعرت في هذه الفترة؟ يعني إحنا كأبناء الطائفة الدرزية هل نشعر بإطمئنان إنه إلنا قيادي حكيمي صحيحة؟ قالك شغلي تعطي نحط السياسة على جانب، تعطي نحط المجاملات على جانب. كتبت ستاتوس قبل أسبوع على الفيسبوك قبل الانفجار الجلسة مع نتنياهو، قبل ارضخاخ الجلسة مع نتنياهو كلمة أصح. الحمد لله لدينا قيادة حكيمة من القيادة الدينية برئاسة فضيلة الشيخ أبو حسن الموفق، ولدينا قيادة رؤساء سلطات محلية بالفعل نعتز ونفتخر بهم جميعا، ولدينا أيضا قيادة اللي يمكن إسا بيّنت جديد أنه هن في مركز الأحداث الاجتماعية والسياسية والحقوقية للطائفة الدرزية اللي هم الضباط الذين لهم الدور. اسمحوا لي إذا بدي أقول الدور الأكبر، ولكن أنا من الصبح ومبارح في الليل وصلني أسبوع هون أكثر ناس موجودة وأنا الضباط. طبعا هم تم إعطاؤهم المسؤولية على هذا الحدث، وبالفعل هم يستحقون كذلك. لدينا قيادة متحدة هذه المرة، وأعتقد أعتقد أعتقد أن للحكومة الإسرائيلية الآن عليها أن تعيد حساباتها في النظر تجاه سياسة الطائفة الدرزية، هذه السياسة التي تغيرت الآن في خضم قانون القومية. وأعتقد أيضا أن المستقبل القريب والبعيد في المطالبة بالحقوق وسياسة الحديث تجاه الدولة سيكون لها طابع آخر وطابع جديد. بدون شك يعني اللغة عمليا تغيرت نوعا ما، بطل في صحن البقلاوة وصحن البسكوت والبوريكاس، فهناك من يعرف أن يقول كلمة الحق وهم الضباط. نشد على أيديك وعلى كلامك وعلى الشيخ موفق طريف ورؤساء المجالس والضباط في الجلسة التي كانت مع نتنياهو في قبل 3 أيام، وموقف مشرف لكل أبناء الطائفة الدرزية. يعني الضباط لم يقبلوا أن يخرجوا من قاعة الاجتماعات مع نتنياهو قبل أن يخرج فضيلة الشيخ، وبالفعل خرج الشيخ وخرج الضباط ورؤساء المجالس وراءه وقالوا بالحرف الواحد الآن تغيرت السياسة ولن نقبل إلا بالتغيير في داخل القانون وفي داخل القانون القومية وغير هذا القانون لن نقبل، يعني المقصود قانون أساس آخر
لن يقبل قانون أساس آخر. ألف شكر لك أخي حبيب الشعب. موقع المصادر فهو موقع الأفضل في الشمال والكل يعرف يعني بدون مجاملات. وأخي وجدي خطار ابن يركة العامرة يدير هذا الموقع بطريقة رائعة تشرف كل شاب وشابة درزي. هنا من موقع رابن من ساحة رابن نقول لكم خليكم معنا، سنعود إليكم مع لقاءات أخرى حتى بداية هذا الاحتفال. في كل لحظة وحين سنعود البث ونقول وبصراحة ما الذي يجري. يمروغين الحنايا وتزهب يمعدلين الموازين، وشدوا على قب الرمك والسبايا، غزوا البياري يا حماة الميادين، من هاب حنا فود رب البرايا، حاصل خلايق ماش غيره لنا معين يا ناس، ما احنا عن حمانا ونايا لصاحبين الصوت يا غير تدين. بني معروف القابعة نعم. ما زلنا في هذا البث المباشر ومعنا الأخ جبر إحبيش، وهو هنا المسؤول تقريبا عن تنظيم كل ما يدور في ساحة رابين. أخي جبر أول شيء يعطيك العافية. تسلم الله يعافيك. يعني أنا شايف تعبك مرقك، ومثل ما قالوا الطائفة الدرزية الله يزيدك ويعطيك عقد نيتك. تسلم تسلم. يعني كيف ترى يعني الأمور؟ الطائفة لنا لكلنا، وكلنا هذا جهاد واحد للكل لحتى نوصل لأحسن شيء بنقدر نعمله. في اسم كل شباب الطائفة اللي قلنا جمعتين، أنا النتيج تاع الشباب في الطائفة كلها في المتي في الفورم المختصر في الفورم المختصر، وقلنا 3-4 أيام من إيميل منصة والخيمة هنا والناس، وإن شاء الله عم نمثل الطائفة في أحلى وجه. يعني أنا حابب أسألك، هل هناك توقعات أشياء يعني غير متوقعة، مثلا استعمال العنف، أو ماذا نطلب إحنا من الشباب؟ لأنه يعني عمليا الشباب هن المروءة وهن الحامية وهن العنفوان. بدي أقول لك إيش، ثقتي في شباب الدروز كثير كثير كبيرة، إحنا إخوان وثقتك فيك وكثير كبيرة، إحنا وكل الفورم اللي قلنا نشتغل هنا قديش، وإحنا بس عم نمثلك أنت والشباب الطائفة المشايخ رؤساء المجالس، كل هذا اللي عم بيصير هنا هذا احنا، ولا احنا ولا انت ولا مين عم بيشتغل ولا مين مش عم بيشتغل، كل بني ادم كتب في الفيسبوك، كل بني ادم حكى، كلنا مع بعضنا ثقة كبيرة في الطائفة اللي ما يصيرش اشي. منتأمل وان شاء الله يا رب وبجاه المشايخ نحترم حالنا ونحترم بعضنا وما يصير اشي وكله يمر على خير ان شاء الله يا رب. بس انا بحابب اسمع منك يعني الضباط هون، فرقة الضباط هن اللي عمليا هن اللي دايرين كل الامور. احنا فرقة الضباط. كيف شايف الامور معهم؟
يا ريت يا ريت يا ريت لو في كل طائفة في فرقة ضباط مثل فرقة الضباط اللي عندنا، لأنه إحنا هنا 10 ضباط من كل الطائفة الدرزية. أنا بتمنى لكل طائفة ولكل شعب في العالم يكون عنده فرقة ضباط مثل فرقة الضباط اللي عندنا، الاحترام المتبادل، الذكاء، الفهم، الصبر، التسامح بيناتنا في كل محادثة لما بنقعد، مش لحتى إنه بدي أتباهى أو نرفع راسنا، أما عن جد كل بني آدم قاعد مع فرقة الضباط هاي إشي بيرفع الراس وبيشرف الطائفة كلها. خلينا ياك ألف شكر لك. ما زلنا في هذا البث المباشر ومعنا الأخ سلطان مريح، بنقول لك يعطيكم العافية. الله يعافيكم، هلا بيكم. يعني توقعات اليوم، توقعاتك اليوم على اللي بده يصير، قديش متوقعين؟ قديش الشرطة قالت إنه معقول يوصل لهون؟ وشو توقعاتك من الشباب الدرزي، من الشاب الدرزي أو الصبي اللي جاي لهون، شو يعني ممكن يكون؟ أول شيء بقول هذا حدث تاريخي، سجلوا 4/8 هذا يوم المساواة، لازم يكون عيد في دولة إسرائيل، خاق الشفيون بمدينة إسرائيل، هاي أول شغلة. ونحن بنطلب إنه الكل اللي جاي يجيب معه الأداب والأخلاق والتراث تبعنا والقيم الطيبة، خلينا نرفع رأس الطائفة لأنه نحن تعبنا كثير لنوصل لهذا الموقف، نحن في قلب دولة إسرائيل، كل شعب إسرائيل جاي يتضامن معنا، بقى يعني انتبهوا إنه خلينا نحن نخلص هذا الموقف المشرف، إنه يرفع رأس الطائفة، ما يكونش فيه ولا أي مشكلة، بدهم يكونوا يعني بنسمع إنه راحين يجوا ناس اللي خربوا علينا وشوهوا منظرنا، نحن مش راحين نقبل، نحن أعلى من هيك، وهذا الطلب الوحيد منكم. يعني أنا لو سألتك أخي سلطان وبصراحة، بنقدر نقول لكل القانون هذا شكرا كيف وحدنا؟ لأنه اليوم إحنا متحدين، يعني مش شايفين حالنا كيف متحدين. والله يعني إذا في إشي منيح طلع من حوك اليوم إنه الطائفة تجمعت، يعني أما إحنا متجمعين على الخير وعلى حق ولا يعلى عليه، يعني من هاي الناحية نحن بنقول إنه مزبوط وحدنا كل الصفوف من أعضاء الكنيسة ومن الهيئة الدينية ومن الضباط ومن كل إنسان، اللي طلبنا هو وحيد، نحن بدنا مساواة، نحن ما بدنا إشي أكثر من هيك، نحن مش ضد الدولة، عكس نحن لمصلحة الدولة ولمصلحة الطائفة، هذا اللي طالبينه. يعني أنا شفت حضرتك من بداية الأسبوع رافقت القيادي، قيادة السلطة، قيادة الطائفة الدرزية، من الهيئة الدينية والسلطات المحلية والضباط، كيف تشعر اليوم؟ والله يعني الإحساس كثير حلو، لأنه يعني أنا كتبت حتى على الفيسبوك، نحن لازم نعمل كل جهدنا، يعني لما حفيدي بده يبقى يسألني شو عملتوا ضد هذا القانون المجحف، نفرجيه هاي الصور وقول له نحن حاولنا في طريقة ديمقراطية وتربوية، بنتأمل نقدر نغير القانون، هذا اللي طلبنا الوحيد. خلينا ياكو ألف شكر لكم، نتمنى لكم التوفيق يعني إن شاء الله. الله يسعدكم، مع السلامة. يعطيك العافية. أبو إيش خلينا حنان. أبو حنان، يعني أبو حنان شايفك أنت قائم اليوم على مشروع المسرح والكراسي وكل مثل ما بيقولوا اللوجيستيكا، إحنا بنسميها اللوجيستيكا. اللوجيستيكا أيوة. أنا من أعضاء الضباط المتقاعدين، مسؤول عن الإدارة هون في الساحة. أبو إيش بس خلي الكل أبو يعني. حنان قاسم هنو. أيوة يا هلا. وشوفت عينك، عم نشتغل من الصبح، من امبارح، من اول امبارح، وان شاء الله يكون الموقف مشرف، وان شاء الله نكون نقدر في نعمل هالشغله زي الناس وتبسط الكل. انا شايف، طلع انا شفته بدي احكي قدامه بصراحه، عرقك بثلاث اربع مرات، نجبت منشفي ونشفته وشلته وشربت مي وما رقتش مي مسقعه، ورحت دورت على مي طلعت المي سخنه، مستلذ في الشغل بعد هذا الوحده الصف في الطائفه الدرزيه. أول شيء مبسوط جدا في وحدة الصف بين كل شرائح الطائفة، إن كان الرئيس الروحي وإن كان الضباط وإن كان أعضاء الكنيسة وإن كان رؤساء المجالس اللي بيشرفونا كلهم، الموقف مشرف، إحنا مش مسمسلذ، منيح كثير الوضع، الحمد لله نضلنا هيك إن شاء الله. خلي ليك والشكر لك، شكرا كثير. وبهذا نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام، وهناك من يريد أن يتكلم، تعال نتعرف على حضرتك. بهجات غانم من المغار. أهلين أخي بهجات، أنا عرفتك بس أنا حابب المشاهد اللي بيعرفك يعرفك. بهجات أنا بدي أبدأ من الآخر، يعني بما أنك أنت يوم من الأيام هجمت وكان لك رأي خاص ضد القيادة الدينية، ورأيت أنا أم عيني أنه أنت والشيخ أبو حسن الموفق تصفيتم بطريقة أروع من هيك ما يكون، هذا إذا دل على الوحدة تبع الطائفة الدرزية، واليوم الطائفة الدرزية متحدة، شو بالمناسبة بتحب تحكي كلمة؟ صحيح صحيح أخي، أنه اليوم الوحدة، الاتحاد والوحدة لكل الطائفة،
كل الاعتبارات الثانية بنحطها على جنب. إسا المهمة تبعتنا والهدف تبعنا إنه نوحد الطائفة ونقوم في النضال ضد قانون القومية اللي حسب رأيي إنه مجحف في حق الطائفة الدرزية أولا، وثانيا في حق الأقليات عامة. فاليوم كل الاختلافات على جنب، وهات الكون النضال نضال خارجي نواحي حكومة إسرائيل وليس دولة إسرائيل، لأنه نحن مع الدولة، نؤمن بالدولة، نؤمن أنه يجب أن نخدم الدولة، لكن لا نقبل أن نكون أقل مساواة من إخواننا اليهود. توقعاتك اليوم؟ حسب توقعات اليوم الاحتجاج راح يكون على نطاق كثير واسع، من مشاركة جماهير درزية وغير درزية، وخاصة يهودية اللي رايحين يجوا كانوا يتضامنوا معنا، واحنا كل الوقت مع اتصال مع اخواننا اليهود وعارفين قد حجم الاهتمام الموجود اليوم في هذا الوصف. في هذا الشرطة اعطتكم ارقام شيء معينة ولا في اي توقعات؟ طبعا نحن نتوقع الجماهير عدد كبير، لا يقل عن 12 ألف مشارك من الطائفة الدرزية، لا يقل، ونحن نتوقع أكثر، وكمان جماهير اليهودية كيف احنا نتوقع نفس الرقم تقريبا. ألف شكر لك، بتمنى لك. شكرا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نكتفي هذه اللحظات بهذا القدر من اللقاءات، سنعود إليكم، تابعونا تلفزيون البسمة اللي على البسمة، مثل ما قال مخرجنا علاء قنطار، اللي على البسمة بس على البسمة. اسعد صبح، يعني معزتك بالقلب بنقدر نحكيك على الشاشه، انت لك غير معزي غير شكل حبيبي. تسلم. توقعاتك اليوم؟ اول شيء توقعات ان شاء الله انه اول شيء طائفه درزيه كلها بتيجي لهون، مشايخ وشباب ونساء واطفال، واللي بيشتغلوا بالسياسه واللي بيشتغلوش بالسياسه يكونوا معنا هون. انا هاي الوقفه وقفه طائفه درزيه كطائفه، وبعدين طبعا بتمثل الاقليات الموجوده في دوله اسرائيل عشان تعديل قانون القوميه. يعني هل 4/8/2018 سيكون تاريخ وحدة الطائفة الدرزية ولا تغيير القانون؟ شو رأيك يا اللي اليوم؟ لا أفكر بدها تكون أكثر لتغيير القانون، لأنه الطائفة الدرزية ومنيح تكون فيها تفرقة، الطائفة الدرزية مش قالب واحد، الطائفة الدرزية بتفكر في أكم من تفكير، وهذا شيء منيح، احنا مش لازم نكون كلياتنا بنفكر نفس الشيء، بنحكي نفس الشيء، لازم يكون فينا آراء مختلفة، لازم يكون فينا أعضاء مختلفين، لازم يكون فينا اتجاهات مختلفة، وهذا شيء منيح كثير، هذا بيمثل طائفة. ولكن في الأول والأخير نلاحظ هناك في إلمام وفي اتفاق حول موضوع القانون القومي. أوش مش مزبوط، في أصوات في الطائفة الدرزية كمان مع بلاش تذكرهم بس مش مهم، في مع، ولكن من ناحية ثانية الأكثرية العظمى طبعا ضد القانون هذا وبدأ تعديل القانون هذا، لأن هي بتحس حالها كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ودفعت ثمن غالي على الجزء هذا. منك التوفيق وألف شكر لك. وهكذا مشاهدينا الكرام تزين مدينة تل أبيب بأعلام الطائفة الدرزية، ولكن موجود معنا قائد فرقة 300 إحداث شلوشموت الضابط إيدان إيدو. إيدان ما شلومها؟ تودا ربّا. نحن هربنا زمان لرأينه تخافا. لو رأيتم أتي أنا مجيء لمستوفي بكفري مربي. בא לבקר את החיילים שלי, את החברים שלי, יושבים בבית תחת הגפן והתאנה, אוכלים בשר ופירות. ואז מה אתה, יש לך להגיד להם אחרי החוק, בוא נקרא לזה החוק הרצוי בממשלה שלנו? כל מה שיש לי להגיד, שאני קיבלתי את ההודעות על החוק הזה, אני נפגעתי לפחות כאילו שאני דרוזי. אני מהדרוזים האח שלהם, אני הייתי מפקד אצלהם, חטיבה 300, הייתי סמח"ט,
וברגע ששמעתי על זה אמרתי מוכרחים לעלות פה על הממשלה שלנו, לא יכול להיות שיעשו דבר כזה לאזרחים נאמנים של המדינה שלנו. והשיטה אבל של הממשלה שלנו היא לעשות את זה לכולם. הדרוזים לא הראשונים שדרכו להם על הראש, והם כנראה גם לא האחרונים שידרכו להם על הראש. וטוב שיש אזרחים במדינה שישמרו על הכבוד של כל האזרחים, ועל האחים שלנו, על הדרוזים בוודאי. כי אי אפשר לדעת, אתה יכול לסמוך על הדרוזים הרבה יותר מאשר אתה סומך על אחד שהגיע מרוסיה לפני 5 שנים, או מפולניה או מאתיופיה. הדרוזים הם חלק מהמדינה שלנו, וצריך לקבל אותם כחלק. מבחינתי, אני לא דתי, אבל מבחינתי הדרוזי שייך לעם ישראל כמו שהתנ"ך שייך לעם ישראל, וזה חלק מהמדינה שלנו, וככה צריך לראות את זה, ולא לתת לאף אחד לפגוע במישהו שהוא חלק מאיתנו. זה למדינה, לממשלה, לכל. לאחים שלך הדרוזים, מה היית רוצה להגיד להם? אלה שעמדו לצדך, אלה שהלכת איתם כתף לכתף, מה אתה אומר להם ברגע כזה? אני אומר להם שהם לא צריכים להיפגע עד כדי כך. אם הם אזרחים טובים במדינה שלנו, אז הם רואים שהממשלה הזאת היא פוגעת בכל מי שהיא יכולה לפגוע, וצריך קצת להתרומם מלמעלה ולראות את טובת המדינה, לא ברגע הזה ולא בשעה הזאת, אלא בשנים הקרובות. ואני מקווה שכמו שהממשלה הזאת קמה, היא גם תעלם, ונמשיך לחיות במדינה כיפית וטוב לנו, ולא תהיה שום בעיה ולא צריכה להיות שום בעיה. ואני מקווה שהנוער הצעיר שצריך ללכת עכשיו לצבא לא ייקח ברצינות את כל מה שאומרים ומנסים להסיט אותו. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, הצעיר הזה שהולך להתגייס מחר, מה יש להורים שלו להגיד לו? לאן הוא הולך? אני חושב שההורים שלו צריכים להגיד לו כמו שאני אמרתי לנכדים שלי שעכשיו משרתים בצבא. צריך ללכת כי זאת המדינה שלנו, צריך לתת את הכל, ואם צריך לפעמים אז גם צריך להגיע לכיכר רבין ולצעוק ולעמוד כתף אל כתף יחד עם היהודים. והסערה הזאת היא תעבור, אנחנו מבוגרים, אנחנו יודעים, יום אחד יורד גשם, יום אחד יש חמצין. אז היום אנחנו נמצאים בגשם, צריך להתאפק, יגיע החמצין, יהיה חם, יהיה טוב, ולא צריך להתרגש ולא לצאת נגד המדינה, כי זה הבית שלנו. אחד שהיום צועק נגד המדינה, או שראיתי מישהי אומרת לא להתגייס לצבא, אני חושב שזה טעות, בגלל שזה נקרא להרוס את הבית. ואף אחד לא רוצה להרוס את הבית שלו. לא החברים שלי בבית ג'אן, ולא ברמה, ולא בשפרעם, ולא בירקה, ולא בקרמיאל, ולא בתל אביב. זה הבית שלנו, צריך לתת את הכל, וצריך להילחם על הצדק, כמו כולם. תודה, אדוני מר עידו, מפקד יחידת 300. תודה לך. תודה רבה. ובהדה, מענה חמוטל. חמוטל מה? חמוטל לוי, אני רואה שהדגל של העדה הדרוזית מאחורייך. ואני... העדה הדרוזית כבר תלוי אצלנו במרפסת כבר כמה ימים. וואו. כן. מאיפה את? אנחנו פה גרים בתל אביב. אתם גרים בתל אביב? פה בתל אביב, קרוב לכאן. פה בשדרות דוד המלך, ואשתי הביאה את הדגל מחבר שלה, דרוזי, הביאה את הדגל הביתה וטלתה אותו. ככה הגעתי בערב הביתה. למה אתה לי בעצם את הדגל? כמו שביישובים הדרוזיים, זה תלוי דגל ישראל, זה מובן מאליו, נכון? אז למה שפה בתל אביב לא יהיה דגל דרוזי? אנחנו מבחינתי עם אחד, עם ישראלי. יש לנו שתי דתות, יש לנו שתי שפות, אבל עם אחד, עם ישראל. אבל למה עושים לנו בתור עדה, שמים אותנו בצד? אנחנו, סליחה, כן? גויים. למה? בושה וחרפה, באמת, הלב נשבר לי, כי זה כל כך עצוב ולא מגיע לכם, ולא מגיע לאף אחד, וצריך שיהיה שוויון לכולם, ולא בתנאים, ולא לעשות למישהו התניות כדי שיקבל זכויות. מה זה הדבר הזה בכלל? מה היית אומרת לבעלי החלטות האלה? מה היית אומרת להם?
אין לי מה, בושה הדבר הזה, אין עם אחד, זה, איך אפשר לעשות ככה לאנשים שתרמו ועוד להתנות לאנשים האלה? מה עוד אפשר לצפות מהדרוזים שיתנו? כבר נתתם הכל, מה עוד רוצים? אני מבין, את ובעליך נמצאים כאן. לידידים שלך, לחברים שלכם הדרוזים, מה הייתם אומרים להם עכשיו בשעה כל כך כואבת להם? לא נעים. לא יודעים איך לאכול את זה, לא יודעים איך לצאת מזה. זה כאב משותף, קודם כל. הכאב הוא שלי, זה שיש לי כנסת שחוקקה כזה חוק, זה הכאב שלי לא פחות גדול משלכם. זאת אומרת, ההורים שלי, המשפחות שלי, שבאו והקימו את המדינה, באו על הנושא של מגילת העצמאות. שם כולם שווים. זה היה החזון שלהם. אז אני חושב שזה בעיה של שנינו, של כולנו, ואנחנו נפתור אותה ביחד. בעזרת השם. תודה רבה. אני מאוד מקווה שהקול שלכם ומה שאתם ביקשתם שזה יגיע לאוזן הקושבת ושיבינו למה אנחנו מתכוונים. שתהיו בריאים, שיהיה לכם המשך שבוע טוב. שבת שלום. תיוולה מן ימרוגין אלחנאיה ותזהב ימעדלין אלמוזין ושדו על גבר רמק וסיבאיה גזו אלביארי يا حماة الميادين من هاب حنا خود رب البرايا حاصل خلايق ماش غيره لنا معين يا ناس ما احنا عن حمانا ونايا لصاحبين الصوت يا غير تدين שלנו. עצם זה שכולנו בכיכר אחת, ההיסטוריה מתחילה כאן. תזכרו את היום הזה, 4 באוגוסט 2018. ההיסטוריה תתחיל מכיכר רבין. כל בני העדה הדרוזית, אנחנו מאוחדים ואנחנו מלוכדים. בבקשה מכם, בואו נשמור על הסדר, נשמור על הכבוד של עצמנו, על מנת להעביר את השעתיים האלה ואת העצרת על הצד הטובות ביותר. אהלה וסהלה פי ג'מיע. كلنا بنتشرف وحدتنا هي قوتنا بطلب منكم جميعا نضلنا موحدين ونحافظ على النظام شكرا وشوي شوي كمان شوي احنا رايحين نبلش بنطلب منكم تحكوا مع كل اصحابكم تحكوا مع كل العائلات الساعه 8:30 الكل يكون في ساحه رابين في تل ابيب يعني انا شايف انك انت عم بتشتغل ومش فاضي وحتى على الكاميرا عم تحاول تنهزم ولكن اليوم يوم تاريخي 4/8/2018 نقدر نقول عنه وحده صوت نقدر عنه قرار حكومي وانا شو بدك ريم شو انت رايك 4/4 بتحت في جمله مضبوطه هو يوم تاريخي 4/8 هو يوم تاريخي اما انا بديش احكي الكل بيحكي نفس السمعات انا يا خولي دبير على ما شي عسينه وبما شي ترمنه ومي كموخة يوديع بو إجا من سوريا ونلحام بهالأخ العلموز قانا اللوف ومشختي تنركو بني الخمتي لو فخوت بكل يهودي شي خايب مدينة هذو وزي أميرات شتكبر شماع وتام كل أشبعين هاي أني نرطمتي لما أتيا محباكها مركزي كأني مأمين بديرخ زي أني مأمين بمصرين شنحن مفلين أني مأمين لمعن ما نحن نلخمين بصفات نلخمين بصورة ديمقراطية אנחנו נלחמים על דבר אחד, שהוא אומר, אנחנו בנינו ביחד את הבית הזה, אנחנו בנינו את הבית הזה עוד לפני קום המדינה. אני, מן סידי, ומן סיד סידי, חסיין אל-לביב, قبل קום המדינה, בשנת 30, 37 ו-39, ומן אל-קומנדו דרוזי בשנות ה-40, נלחמנו כדי להקים את הבית. היום, השלטון הימני, הייתי אומר השלטון הימני הקיצוני והגזעני אומר לנו יש חוק לאום,
חוק הלאום אומר כל מה שהוא מגדיר את תעודת זהותה של ישראל, שכולה מושתתת על יהדות ויהודים. עם זה אין לי בעיה. עד הנקודה הזאת אין לי בעיה. פה צריך להיות המשך. צריך להיות המשך שהזהות שלי צריכה להיות בפנים, בחוק הלאום, באף חוק אחר. אני נגד שייכנס בכל חוק אחר. אם הלאום שלי היא ישראליות, אני בניתי את הישראליות. אני אסמי יריב סעיד, אסמי יהודי, עיל עברי. ליום הכיפור נולדתי. ב-73, אגלב אל-חרי מקנת שריף נדיני פי אסמי. חיית בוי נדני פי הדר אסמי, הוא יחרד פי מלחמת יום כיפור. שהם יהודי, כהזדהות מעל יהוד. אני ישראלי אקטר מן כל ואחד. או בקול, מש אקל מן אי יהוד. مش اقل من يهود واليوم احنا بدنا نثبت للدوله في مدينه اسرائيل عام اسرائيل لو مفكير اتانو عام اسرائيل هو عام ديمقراطي عام اسرائيل هو اتانو عام اسرائيل لو موخان شنيه مخوص لخومون ولو موخان شنيه مخوص بتعادات الزهود لو راك دروز والدبارها مركزي بيوم زي اللي انا باوفن اشي מעודד אותי ומשמח אותי ונותן לי למוטיבציה להתאמץ ולהיות פעיל במאבק המרכזי, זה כמה כל העדה הדרוזית מאוחדת ומדברת בפה אחד. אני אומר כל ואני לא אומר רוב, כי יש מיעוט קטן מאוד שאי אפשר לספור אותו, שהוא עם דעות קיצוניות שאני חושב שהוא לא מייצג אותנו, הוא אפילו לא מיעוט, הוא מספר שהוא בחוק המספרים הקטנים הוא לא נספר. תודה רבה. תודה רבה. بني معروف أنا خدمت هاي الدولة أكثر من 40 سنة وأستمر في خدمتها، ولكن عندما يريدون أن يقلبوا خدمتي لخدم نحن لسنا خدم، هم الخدم، وكل واحد عنده أي شك في قدرات طائفة الدرزية في عطاء الطائفة الدرزية هي طائفة معروفية في كل الشرق الأوسط. عشان هيك مكانتنا هون بتعزز مكان إخوتنا في مكان آخر، وأي استهتار في مواقفنا وفي مطالبنا من قبل رئيس حكومة أو وزير أو أي مواطن في دولة إسرائيل، المشكلة مشكلته. نحن أصحاب هاي الدولة، نحن أصحاب هاي الأرض، ونحن سنظل هنا وندافع عن هاي الدولة بشرط أن تحترمنا هاي الدولة، وإذا لم تحترمنا لنا حديث آخر. شكرا جزيلا أبو وزير صياح حمود. هلا يوسي، شو يتسيم لشدور؟ قاعد انا خلصت الباي كنت جاب يا مصر انا وجدي ما وجدي كمان معنا انا وسليم احلى تحيات خامة التلفزيون البسمه هلا ليش اخترت الخيمة موقعها هون حد المي؟ منظر حلو ها؟ وقعنا ما زلنا نتوقع بوجود كثير من الناس، عشان هيك حبينا نقعد على جنب لأنه المنظر هون راح يكون منظر رائع
أول شيء تل أبيب لأول مرة في تاريخ تل أبيب تتزين بأعلام الطائفة الدرزية، ولأول مرة تلفزيون البسمة ببث حي ومباشر من وسط تل أبيب، واللي على البسمة بس على البسمة. رشدي كيف شايف الأجواء إسا؟ يعني احنا صرنا ساعة شوية يعني متقدمة، يعني نزول الأجواء وتقشعرت الأبدان صراحة، يعني هذا المنظر المهيب الذي أراه هنا من أمامي، يعني العائلات تأتي مع بعض من أبناء ومن أطفال ومن بعد أبناء. البساط ما وصلتش، بس يعني بعد البساط ما وصلتش، وأعتقد في ألف بني آدم يعني هون لحد الساعة، يعني البساط بعد مش وصل، يعني ذكرنا قبل شوي كمان في رجاء مباشر، يعني عدد البساط التي خرجت من بعض القرى مش كلها، فقط من بعض القرى، وهذا شيء يعني نفتخر به ونعتز بالفعل يعني على هذا الكم الهائل من الناس جاءوا ليتضامنوا ويقولوا كفى لهذا الاضطهاد وكفى للقانون القومية، نعم للمساواة ونعم أيضا لحرية التعبير عن الرأي. شو رأيك علاء والشباب يوسي و أبو حسين؟ يعطيك العافية، كيف حالك يا إبال؟ هلا هلا، كيف أنت؟ الحمد لله. طمني كيف شعورك اليوم بموقف عنها زي وعلم الطائفة الدرزية يرفرف في ساحة رابين في تل أبيب، وموقف الطائف المشرف؟ فخر واعتزاز هذا الموقف، لأول مرة نكون كلنا إيد واحدة واقفين وقفة عز وكرامة حتى نحصل حقوقنا المنهوبة والمسلوبة من 70 سنة، ونسأل الله أن تكون المظاهرة رائعة وحضارية وناجحة، ونأخذ حقنا إن شاء الله ونرجع اللي انظلمنا فيه 70 سنة لورا. أنا بدي أشكر كل المارجنين وكل المساعدين وكل السدرانين وكل الموجودين هون يساعدوا على إنجاح هذا اليوم، رؤساء المجالس وكل اللي خيمين على هذا المشروع. يعني هاي القيادة، القيادة اليوم أنت مرتاحة لما تطمن لها؟ هاي القيادة إن شاء الله راح تفاجئ الكل إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى هذول القيادة الجداد رايحين يفاجئونا ويعوضوا علينا 70 سنة لورا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية. شو الأوضاع؟ أوضاع كيف شايف الأمور؟ شايف الأمور في الاتجاه السليم. أنا قلت على الملأ في الماضي لا يوجد لأي شخص أو مؤسسة أن لا الحق أن يأخذ حقوقه. نحن في دولة ديمقراطية، نحن كنا أقلية اللي مطاردة تاريخيا كما كان الشعب اليهودي، ونحن نرى بذلك يكون عندنا موقف واحد موحد من أجل المساواة. كلمة مساواة مجبورة تكون في قانون القومي، بدون مساواة هذا دمار للديمقراطية في دولة إسرائيل. شكرا كثير لك. قبل ما نخلص سؤال واحد، راضي أنت عن القيادة الدرزية اليوم؟ أنا راضي جدا ومتأثر جدا بوحدة الصف من جميع القوى ومن جميع الفئات ومن جميع التيارات الاجتماعية والسياسية، كلنا يد واحدة، نضال واحد موحد من أجل نيل الحقوق العادلة والشاملة من أجل الطائفة المعروفة. شكرا كثير. الله والخمس حدود والسر فينا موجود، الله والخمس حدود والسر فينا موجود، الله والخمس حدود والسر فينا موجود، الله والخمس حدود والسر فينا موجود. بني معروف في الأسود منصورة عالطغياني، بني معروف في الأسود منصورة عالطغياني. الله والخمس حدود والسر فينا موجود، الله والخمس حدود والسر فينا موجود. بني معروف في الأسود منصورة عالطغياني، بني معروف في الأسود منصورة عالطغياني. تاريخ الماضي نعيده كما لا مع مجيدة، تاريخ الماضي نعيدة كما لا مع مجيدة، حنا اليوث السوادة حنا أحفاد السلطان، حنا اليوث السوادة. كم باص طلع من الداري هاتنا صمنونا بس قريب الثلاثين، طول بالك عبد العاصي أكثر آه زي ما حكى كمان رخيص بوكين بوفقين عبد العاصي حبيبي جبر. شو الأخبار؟ أنا قبل ما نسلم على بعض ما نسأل شفنا بعض يوم عن هالزي علم الطائف يرفرف في تل أبيب والوحدة الدرزية المعروفية تثبت مرة أخرى بأننا متحدين على أنه إحنا إخوة. أكيد
اكيد ابو سليم يعني تقشعر الابدان زي ما بيقولوا ابو سليم. الوضع كثير بشجع وبقول قديش الطائفة ايد واحدة وين ما كانت. ان شاء الله انه هذا اليوم بيثبت للدولة انه مطالب الدروز هي بتستحق اخذ بعين الاعتبار وادخالها بالقانون القومي كمتساوية لاي فرد يهودي في الدولة. احنا اثبتنا انه احنا فعلا امنين، احنا المواطنين اللي احنا بنستحق نكون من الدرجة الاولى ولا من درجة ثانية ولا من درجة ثانية. هن اليوم رايحين يفهموا لانه من البلاد الجرزية في بساط مشايخ صبايا نسوان كلها طالعة لهون تتضامن على أساس انه هذا قانون قومي لازم يتعدل او حتى يبطل وتكون هي ميجرات على تسموت ماشي ذكرها هي القانون الاساسي لدولة الصبايا. متفائل؟ جدا. مبسوط انه الطائفه هيك انا بحاجة. مبسوط انه الطائفه وبتامل انه القياده القيادي والشباب اللي يعطون العافيه عم بيشتغلوا كثير حلو. بتامل انه تستمر مساعيهم وتتكلل بالنجاح لانه وحدتنا هي اللي بس بتثبت كل مطالبنا وبتحققها. اجيت انت من الشمال من كسرى، كيف الشارع حاليا؟ انا اجيت الثلاث بكير شوي ولكن في حركه زايده وان شاء الله انه من البلاد البساط طبعا بتحضر الشباب والصبايا كل عم بتحضر عم تطلع من البلاد الفلوس. بتامل انه خلال الساعه او ساعه ونص الميدان هذا بيكون مليء بالاعلام الدرزيه ترفرف بجانب الاعلام الدولي لانه مطلبنا مش ضد الدوله، احنا مع الدوله، احنا بدنا نكون مواطنين من الدرجه الاولى في هذه الدوله لانه احنا اثبتنا قديش احنا واضح لا شك في هذا الشيء. شكرا كثير. يعطيك العافية. عرقان وش المنشفة على كتفك و شو بدي اعمل واحد يعني شو نفسك تقول؟ اول شيء وقعت كارثة على الطائفة الدرزية من اول شيء من الاخ بيبي قبل ما يجي على هاي البلاد بويا اتنداب للبوليس شايف اتنداب للجيش الواحد وخمسين بدون يعني ما كانش اجبار الجيش الواحد وخمسين ابوه يسحبه يعني هاي كلها الخلالين بتاعت جولس. اها سامع طيب 200 لما اجوا اليهود على البلاد 425 لما اجوا اليهود على البلاد كان الوضع ضعيف مع اليهود الدروز سندوهم ووقفوا جنبهم وقفوا جنبهم لسه عمال يعملوا اشياء اللي مرمروهم وهذا الشيء احنا ما بنقبلوش لانه هاي الارض لنا واحنا خلقنا في الارض هاي احنا كنا في الارض هاي قبل ما هن يجوا احنا اللي بنطلبه من بيبي انه يرجع شوي شايف ويهدى فيش حاجه يعمل الكوثره هاي للطائفه كلها لانه الطائفه هاي هي اللي سندت سامع الاخ ايوب القراف بلاش 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 شكرا كثير لك الله والخمس حدود والسر الفينا موجود بني معروفي لقسود منصورة عالطغياني بني معروفي لقسود منصورة عالطغياني. يا رب نطلب كالعفو والضيمي عنا تصريف بالمعركة نلنا النصر لما المشايخ
يعافيك يعطيكم العافيه انتم. يعني يوم انه شاهد علم علم الطائفه الدرزيه يرفرف في اسرائيل والوحده المعروفيه تتحد واخيرا يمكن نقول شكرا. لا تكره شيء لعله خير، يعني يمكن اجى متاخر ولكن استفاقتنا هي اجت في الوقت المعين اللي هو بالنسبه لنا يعني نقطه تحول كبيره جدا من اجل ابنائنا واحفادنا ومستقبلنا جميعا. وانا دائما لي سنين بقول الوحده ووحدة الصف والكلمة ورص الصف بالنسبة إلنا هو أهم شيء ممكن. يعني ممكن نحن نحصل على كل اللي بدنا إياه وما نكونش موحدين كلاتنا بنخسر، وممكن ما نحصلش على كل شيء، أما لما عندما نكون موحدين يعني هاي أكبر جائزة وأكبر إنجاز إلنا. وفي نهاية الطريق الوحدة هي الكفيل الوحيد بالحصول على الحقوق كاملة. نحن إسرائيليين ونحن أحسن إسرائيليين، نحن بهمنا كرامة هذه الدولة لأنه نحن الدولة، نحن إسرائيل، ولكن في نهاية الطريق لا يمكن أبدا أن نساوم على يعني حقوقنا كاملة. نحن نقول لشعب إسرائيل وخاصة إخواننا اليهود اللي هن بيحترمونا وبيقدرونا، وبرأيي المظاهرة اليوم يعني راح تكون شهادة تقدير للشعب اليهودي اللي هو بحب الطائفة الدرزية وبيقف جنبها وبيأمن في المساواة للجميع، وهذه دولة ديمقراطية. لذلك اليوم كذلك يعني الحكم راح يكون على مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ودولة يهودية، ولكن الحرية لكل الشعوب، حرية التعبير عن الرأي والفكر والمساواة بين كل الناس، هذا بالنسبة لنا أهم ما جاء في وثيقة الاستقلال، ونحن لن نتنازل عن وثيقة الاستقلال اتجاه المساواة الكاملة. هذه آخر فرصة لنا، بتأمل أنه نضع كل الخلافات جانبا ونتوحد من أجل أنه نحصل على كامل الحقوق ونكمل نكون إسرائيليين فخورين بوجودنا في هذه الدولة. ألا تظن كما يقول الشارع الدرزي بأن الأخ أبو أكرم، أبو الأمير أكرم حسون وحمد عمار، أنتم عمليا في أحزاب كبيرة جدا، وزير المالية وزير الدفاع، يعني تقدروش تجوا لرئيس الحكومة تقولوا له مع رؤساء الحزب تبعكم تعتنين الموضوع هذا؟ فيش أهوى من الحكي وفيش أهوى من الشعارات. على أرض الواقع لو حزب كلانه صوت ضد الحكومة وأسقطها ممكن كنا نعطي حافز لبيبي نتنياهو يحصل على 40 مندات وندفع الثمن يعني كفول مزدوج. ولذلك يجب تشغيل الفكر والعقل. هذا القانون يعني أخذه بيبي نتنياهو من أجل الانتخابات القادمة القريبة التي ستكون في بداية عام 2019، وهو يعني يفتش عن مقاعد إضافية، وهو يفتش عن البرايمريز مع أعضاء الكنيسة من الليكود. ولذلك لن نقع في هذه المصيدة، نحن سنعمل المستحيل. وأكبر إثبات من بدأ في هذه المظاهرات اتجاه الحكومة كان أكرم حسون. أنا ذهبت إلى محكمة العدل العليا والحمد لله استفاق الجميع، والقضية المحكمة العدل العليا والقضية ما زالت في إيدي. وزي ما قلت للكل أنا 30 سنة إلي على الساحة في خدمة أهلي، أنا لا أبيع أهلي ولا أساوم على الدروز. ولذلك مهم جدا تعرف أنه أنا لن أتنازل عن قراري في محكمة العدل العليا حتى نحصل على جميع الحقوق كاملة. لذلك أنا أرجو أن مش كل مواطن عندنا بروفيسور، مش كل مواطن بيعرف ماذا بالأمير أعطانا الإمكانية نحن نرتب الأمور كما نعلم، لأنه نحن بنعرف نحاور المسؤول اليهودي والمسؤول الإسرائيلي بحكمة وبعقلانية وكذلك بمعرفة تامة. بالأمير ماذا يقول للشاب الدرزي؟ أنا أقول للشاب الدرزي يعني أنت استمر في خدمتك لدولتك لأن أنت الدولة، واستمر أنك أنت تكون مواطن مرفوع الرأس لأننا نحن شرفاء ونحن مخلصين وأنت مستقبلنا، وممكن تكون أحسن منا في المستقبل وتتقدم أكثر منا. أنت كون أمين أنه هناك أشخاص لهم ذمة وضمير يقوموا بعمل يومي اتجاهكم واتجاه مستقبلكم. لن نساوم على مستقبل أي شاب أو شابة مهما كلف الثمن، ولكن أنا أريد أن نكون ديمقراطيين وأن نكون مع ثقافة عالية جدا. نحن شعب متحضر، نحن لسنا شعب همجي كما يقول البعض وكما يريد البعض أن نقوم بأعمال مخلة بالنظام من أجل أن يقولوا الدروز هكا يعيش. الدروز أشرف شعب، هم أقاموا دولة سوريا وأقاموا دولة لبنان وهم من أقاموا هذه الدولة ولهم أيادي بيضاء في كل دولة. ولذلك نحن لا نتعلم من أحد، نريد أن نتعلم من حكمتنا وإيماننا وعقيدتنا. نكون شعب مستقيم، شعب عنده غيرة معروفية على بعض، جسم واحد، ورص الصفوف هو الكفيل الوحيد لنجاحنا كلياتنا. لا رئيس حكومة إسرائيل بيبي نتنياهو، أنا قلت لبيبي نتنياهو نحن مش في الجيبة،
ونحن لسنا بقطيع. في كل رأس في حكمة، الدروز جزء لا يتجزأ من الوعي في إسرائيل، ولذلك يجب أن نسمع الجميع. الاختلاف بالرأي ليس عداوة، ولذلك عليك أن تعيد النظر مرة ثانية، لأنه لا تستطيع أن تشتري الدروز بميزانيات. نحن لسنا بحاجة لميزانيات، نحن بحاجة لكرامة ولأن نكون أحسن إسرائيليين، لأنه نحن أحسن إسرائيليين لغاية الآن. وكما قلت، نحن أصحاب حق وأصحاب هذه الأرض، والخلاف مع الحكومة هو ليس عداوة، ولكن إذا استمر بيبي نتنياهو والآخرين في عنصرية اتجاه الدروز فهم سيخسروا في النهاية. شكرا أبو الأمير. شكرا، يعطيكم العافية. بكل أرخينو بكفار عسفيا، أهلا وسهلا في شباب عسفيا، أهلا وسهلا في مشايخ عسفيا، 100,000 أهلا وسهلا فيكم، بوتي تصرفوا إلينو. يولى من يمروين الحنايا وتزهب يمعدلين الموازين، وشدوا على قب الرمك والسبايا غزوا البيارك يا حماة الميادين، من هاب حنا خود رب البرايا، حاصل خلايق ماش غيره لنا معين يا ناس، ما احنا عن حمانا ونايا لصاحبين الصوت يا غير تدين. Yeah.
شباب حنا قود رب البرايا حاصل خلايق ماش غيره لنا معين يا ناس ما احنا عن حمانة ونايا لصاحبين الصوت يا غير الدين
الساحل وغا مبارة نقيب الخي ويسعي فول 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 تاريخ فعل أرق وحبر المجد عبي ينساقو אישורי חנייה, חניון בן סרוק, חניון ז'בוטינסקי, תכנו בכל החניונים, רק בבקשה, אל תשאירו את הרכבים על אבן גבירול. בקשת המשטרה, בואו נשתף פעולה, תודה. וימית אלף אהלה וסהלה פאהל למגאר, או אהל ירקה, ברוכים הבאים אל וחדת דורזיה, או אהל עספיה, או אהל דאלי, או כל הטائف المعروفين اللي موجود في ساحة رابن. האחדות הזאת שלנו, כוחנו באחדותנו, נשאר מאוחדים, נשדר את הכוח ואת העוצמה שלנו. מית אלף אהלה וסהלה פיקו, כולנו אחוואן וחוואת, ותפדלו על הסאחה. יא אחוואן ואחוואת, לו סמחתו, לו סמחתו, פי אסם, לו סמחתו.
لو سمحتوا في اسم جميع اللي يرجانوا كل هاي العطيرة حاولوا نحافظ على اسمنا، لو سمحتوا خلينا انه احنا لو نفقع ولا في روشة ممشلا ولا في اي نتيجة سيبور، احنا قوتنا في وحدتنا لو سمحتوا، اللي هو عمليا على وجودنا ومواطنتنا في هاي الدولة. احنا بهمنا جدا ان نوصل صوتنا بصوت عالي بدون اي مس باي قانون او باي شخصية. احنا عندنا حق في هاي الدولة، حقنا ان احنا نكون مواطنين متساويين بكل حقوقنا كما بواجباتنا، وهذا املنا من دولة اسرائيل ومن المسؤول عن حكومة اسرائيل انه يعرف مرة واحدة الدروز اليوم ما بينشروا في فتافيت وفي بعض الميزانيات وهيك قلنا على انه اخذت حقوقه. حقوقنا احنا بنطلب انها تكون كاملة بعد 70 سنة، هذا حقنا وما رايحين نتنازل عنه. يعني انت عمليا عم تقولي لي انه الخدمة العسكرية تساوي المساواة ولا لا؟ انا انساني اؤمن بالمساواة لكل مواطن في دولة اسرائيل، لا يهم ان كان درزي غير درزي من الطوائف او من لكن هون عم نشوف احنا بس الطائفة الدرزية موجودة. انا حقيقة يعني احنا كمان حكينا عدة مرات على انه بهمنا الكل يتضامن مع النضال هذا، لانه النضال من اجل المواطن للجميع، ولكن طبعا هاي حرية. انا بعرف انه في كمان راح يكون من باقية المجموعات، مجموعات الاقليات راح يكون كمان اسماع الصوت اذا حبوا يشاركونا. يعني ما احنا عارفين الجواب موجود، ولكن رايك بالقيادة الدرزية اليوم؟ انا حسب رايي بتامل ان احنا في نقطة تحول، لانه بفكر على انه الصفعة اللي اكلناها كلياتنا من القرار، قرار قانون القومي واقراره بدون اعتبار باقية المواطنين اللي يعدوا اقليات في هاي الدولة، هاي صفعة اللي يمكن صحتنا، وهذا املي من القيادة تبعتنا انه مصلحتنا، مصلحة مجموعتنا، مصلحة الطائفة فوق كل اعتبار. يعني لو سألت للشاب الدرزي، للشاب الصبي الدرزي، اول شيء انا اليوم بتامل جدا من شبابنا، من صبايا، من مشايخنا، من كل الموجود في هاي الساحه، نحافظ على القوانين، نحافظ على النظام. بهمنا جدا انه نسمع صوتنا بحق ولكن بدون اي عنف، بدون اي اخلال بالنظام. شبابنا وصبايانا بيستحقوا كل الحقوق، كل المواطن المتساوي في دولة إسرائيل، ونعرف كيف نسمع صوتنا حسب كل القواعد والأسس. شكرا كثير. أهلين فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك، ألف عافيك. نقول لك احنا أهلا وسهلا، ولا أنت تقولنا أهلا وسهلا؟ أهلا وسهلا للجميع، أهلا وسهلا للجميع هون. يعني من المغار، من أبعد نقاط، كلياتنا وصلنا واتحدنا وشايفين علم الطائفي يرفرف بنص تل أبيب، وبنقول وحدتنا ما بيش أعلى من هيك. أي شعور هيك أبو نمر هيك حاسس؟ يعطيكم ألف عافية. حان الوقت لمدينة إسرائيل، لدولة إسرائيل، أن وصل الوقت الآن أن نبحث وندون التاريخ في صفحاته، أن وصل الوقت لنأخذ حقوقنا. ليس لنا مشكلة بتاتا مع أي قانون دولي غير القانون القومي المتحيز الذي لا يملك لنا فيه أي خطوة ولا كلمة حق. يعني لو سألتك الأجواء بالمغار والتوجه إلى كيكار رابين كيف كانت؟ في الحقيقة من 4 أيام حتى الآن الأسبوع الماضي مذن بدأت المشاكل، وحق القومي التمييز العنصري بدأ، وحتى الآن المغار وجميع القرى المجاورة الدرزية حملت موضوع على أكتافها أن قانون القومية تمييز عنصري يعني مطلق لا مجال ولا جدال فيه. يعني بدي أسألك بعد سؤال، أنت كأب اليوم شو بتتمنى لابنك بوضعنا زي؟ أنا بتمنى لأولادي في المستقبل أن وصل الوقت إننا إحنا نكون وحدة وحدة ونطالب في حقوقها اللي 70 سنة ما أخذناش. وصل الوقت، بكفي بكفي. شكرا كثير أبو نمر. برين نشيم يلديم أفلي لفوت شهادة دروزي، أفلي لفوت شهادة سرنية لفوت.
أخي رياض حسون، أول شيء يمسيك بالخير. ميت أهلا وسهلا. يعني إحنا في بث مباشر من خلال تلفزيون البسمة ومحطة سامي بجميع القرى من الجولان حتى الكرمل وعلى الفيسبوك أيضا. شو الموقف هذا؟ شو عمل لك هذا؟ أول شيء منرحب في تلفزيون البسمة ونشكركم على التسجيل الخاص من هون من ساحة رابين بتل أبيب. أنا بقول جملة واحدة: زهق الحق وظهر ظهر الحق وزهق الباطل. 70 سنة نحن نأمن لهاي الدولة ونخدم هاي الدولة، حكومات إسرائيل أهملتنا. الشعب اليهودي بشكل عام شعب محترم، شعب بحب الطائفة الدرزية، شعب أليف للطائفة الدرزية، بحب الناس وبحب الحق، ولكن الحكومات اختلفت على عدة مواقفها، بما في ذلك الحكومة الأخيرة. الحكومة الأخيرة بالنسبة لي أنا كانت أكبر أخزبة، أكبر بيزيون للدولة وللدروز. علشان هيك المشايخ والعمائم البيضاء والأعلام وكل الحضور اللي هون جاي يقول لهي الحكومة عد هون بكفي، ما سبيك كفار رشلنوت، ما سبيكش كريم لبيبي ولكل حكومته ولوزرائه ولأيوب القرى، تفسيكوا لشكيرة دروزهم. هدروزهم نتنوتها كل أتم نتتم إفس نكودا. أز أني إشيت أمير بكل ألف زي أزمان زي السوريا شلانو لعصوت تمابخ تضربة. يعني أنا لابد هون من سؤال لازم نسألك إياته، يعني الوحدة للطائفة الدرزية بقيادتها الدينية والسياسية والروحية، شو رأيك فيها؟ بدي أقول لك إياها بشكل إيروني، يعني في مزح هناك. أنا بشكر هذا القانون اللي وحدنا، قانون اللئوم عمل وحدة للطائفة الدرزية بشكل غير مباشر، ولكن نحن نكون دائما على هيك من غير حق لئوم، لأنه هاي وحدتنا في إسرائيل وفي الشرق الأوسط. اللي صار في السويدة بيجي على قلب كل درزي، اللي صار في كل محل في العالم بالنسبة للدروز بالنسبة للأحداث الأخيرة بيجي على قلب كل درزي. نحن شعب نحب السلام، نحن أحفاد سلطان باشا الأطرش، فيش إشي بزحزحنا من هون. إياك وألف شكر لك، ممنونك جدا جدا. خليك معي أخي علاء، معنا كمان شاب نتعرف على حضرتك. منصور عطا سعد من المغار. يا ميت مرحبا. يعني زي ما سألنا غيرك لابد من سؤال لك، وقفتنا اليوم في كيكار رابين والعلم الدرزي ورفرفي ونرتس تل أبيب ونطالب بحق بطلع لنا هيك حاسين، شو بتشعر؟ أول إشي هذا شيء مشرف لكل اللي عملوا واجتهدوا تنون يعملوا هذا اللقاء وهاي المظاهرة وهذا الموقف. كثير كثير الحق انه دولة اسرائيل، حكومة اسرائيل بالاخص في هذا القانون، غلطت مع الدروز غلطة كبيرة كثير 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 كثير. الدروز اللي كل الوقت مشيوا مع الدولة وواقفين مع الدولة وضحوا في شبابهم في دمهم في كل شيء بدون اي ثمن بدون اي مقابل، هل هذا الاشي اللي احنا بنتوقعه كدروز في الدولة من نهاية الامر؟ كل واحد بيقول لا، كل شخص وكل شاب يهودي عاقل وفهمان بقول انه الاشي اللي عملته الحكومة غلط. هذا الاشي بيأثر كثير على اولادنا وعلى شبابنا للمستقبل. اللي مننا كان في الجيش، اللي مننا كان في البوليس، اسا بيسأل حاله مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وبحق، ليش ان اولادي يظلوا يروحوا على الجيش وعلى البوليس؟ ليش؟ شو رأيك فينا احنا كطائفة درزية توحدنا اليوم؟ هذا اللي وحدنا، يعني هل هو بس بدنا داخل نتوحد؟ طبيعي معروف انه دائما 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 في كل مواقف صعبه الوحده بتظهر بتقوى اكثر واكثر. احنا كل الوقت كنا موحدين موحدين وموحدين، ولا مره ما كناش احنا موحدين. الدروز اللي في اسرائيل بيعطوا قلوبهم وبيعطوا دمهم وبيعطوا مصاريهم للدروز اللي في لبنان والدروز اللي في سوريا. شوف اليوم شو الاشياء، شو الاوضاع في سوريا، قلوبنا مع سوريا، ولكن احنا دروز اسرائيل كل الوقت كمان كنا موحدين، وهذا الحدث اسا بجمعنا اكثر، بقوي العلاقة بيناتنا اكثر واكثر، بقول انه احنا هون كمان في خطر علينا. والاشي الاهم اسا شو لازم نعمل، القيادة عنا، القيادة الدينية، قيادة السياسية، رؤساء المجالس، اعضاء الكنيسة، الضباط المحررين، شو الخطوات القادمة اللي لازم نعملها تنو نبطل القانون. هذا القانون لازم يبطل ولازم يدخل عليه تعديل، وبس على هذا القانون مش على أي قانون ثاني. أي قانون ثاني نتنياهو والحكومة بتجرب تموه الأمور وتعطي طابع آخر تنها تصرح وتصدق هذا القانون.
مش لازم نصادق على هذا القانون بالمرة. ألف شكر لحضرتك وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. يا هلا بيك. أهلين. كمال ملاك مرشح لرئاسة المجلس في قرية عزيبيا، أول شيء مسيك بالخير. مسيك بألف خير أبو سليم. يعني عم نشوف علم إسرائيل، علم الدروز، ويا رب في نص اللبيب ونطالب، شو رأيك؟ أولا طبعا إشي بيبعث في إحساس جميل جدا، مش غريبة هاي الصورة. إحنا الدروز في إسرائيل مساندين لهذه الدولة 70 عام، مساندين بأمانة وبصدق وبإخلاص. تظاهرنا اليوم هذا حق واجب علينا، واحنا منطالب التعامل اللي احنا عم نتعامله مع دولة اسرائيل يعاملونا بالمقابل في نفس الشيء. قانون القومية مجحف جدا في حق كل انسان بيأمن في المساواة في الديمقراطية. لا يعقل احنا اهل اسفيا عامة والدروز والاقليات، هاي دولتنا زي ما هي دولة غيرنا ولا يمكن غير ذلك. الجماهير الكبيرة اللي اجت لهون، صرخة الحق اللي احنا عم نجرب نقول بشكل واضح، احنا مساندين لهذه الدولة، منطالب في حقوقنا ومنطالب في مساندة بالضبط زي ما احنا عم نعملهم يعاملونا، وهذا حق ابو سليم ما في شك. شو رأيك في الاتحاد وقوة العملية الطائفية متفقة على القيادة الدرزية؟ العنصر الطائفي وهذا موقف اثبت انه احنا موحدين، موحدين وموحدين دائما في نضال مصيري من النوع. لا يعقل غير انه كنا كلياتنا نكون موحدين، الضباط والرؤساء المجالس وطبعا الهيئة الدينية بشكل شخصي، طبعا احنا موحدين كلياتنا ضد هذا القانون، ولا يعقل غير هيك. فرض نرجع الاجواء المسالمة، الاجواء اللي بتدعو في المساواة والديمقراطية لاجواءنا. الحمد لله انا شايف انه نضال سلمي، نضال عقلاني، وهذا بلايمنا، هذا بلايم اهل عسفيا طبعا. شكرا كثيرا كمال، واتمنى لك التوفيق. خلي لي اياك ابو سليم. شكرا. نعود لعلاء في الاخراج. ברוך הבא. אלוש. חברים. עלה. התקשורת. עלה. הישראלית. תקשורת בכל העולם. עלה. מצלמת לראשונה מאז קום המדינה שהעדה הדרוזית מגיעה ומוחת על קווים אדומים. תמשיכו. תמשיכו להיות מופתיים, תמשיכו להיות הישראלים היפים. תודה. الوفود اللي عم توصل من جولس وبيت جان وحرفيش والتالي وعزيزية والبقيعة وعين الأسد وحرفيش والرامي وصدور والشتعامر ومئة ألف أهلا وسهلا ببروخيم أبعيم طول عيدا أدوزي من تكتا في كارب تستدوي من أسرول وزيروها كعيدا أدوزي طول عام إسرائيل كله לצעוק את צעקת השוויון. בבקשה, יד ביד מאוחדים, תמשיכו להניף את הדגלים, תניפו את הסיסמאות, אלה סיסמאות שאנחנו נהפוך אותם למימוש בעולם האמיתי. שוויון, שוויון, שוויון.
את מר נפסו זכריה, יושב ראש מועצה מקומית, כפר קמה, ונציג אחיינו הצ'רקסים. הדרוזים והצ'רקסים, אבו איימן בעיד מנסור, מזל الخير. אנחנו מאוחדים. سخير إلى كل الموجودين هون. كل الموجودين ما لحقش علينا. أهلا وسهلا فيك. يعني لو نظرنا اليوم وشفنا الموقف الرهيب. المشايخ الزمنيين النساء الصبايا الشباب شو ممكن نقول في موقف عن زي انا بالنسبه لي هذا حدث تاريخي انه الطائفه الدرزيه موجوده في محل اللي فيه له معنى كثير بالنسبه لتاريخ دوله اسرائيل ومحل اللي قتل فيه اول رئيس حكومي لدوله اسرائيل يتحق رابن كان يقدر الطائفة الدرزية وانا بفكر انه وجودنا هون احنا بنعطي الرسالة النقية الرسالة الواضحة انه شو وجع الطائفة الدرزية بالنسبة للمعيشة باسرائيل والقانون المجحف قانون القومية اللي سنوه قبل جمعتين في كنيسة اسرائيل. يعني انا بنشوف انه الطائفة الدرزية تقريبا متحدة اليوم على القيادة. الطائفة الدرزية في الأمور الصعبة دائما متحدة وإن شاء الله ظلها متحدة لأنه من دون اتحاد مش ممكن نوصل ولا هدف وأنا بفكر الجايات أكثر من السابقات وإن شاء الله ظلها نكون موحدين لأنه الطائفة الدرزية في المستقبل بدها تجابه مخاطر كثير والتحديات كثير ومجبورة أن تتحد على جميع الطرق وعلى جميع الأهداف لأنه الوحدة هي قوة. أبو أيمن لو جينا قلنا للشاب الدرزي اليوم أي كلمة ممكن نقوله بعد هذا الوضع بعد هذا القانون بعد هاي شو ممكن نقول للشاب؟ برأي الشاب الدرزي تفكيره تغير عن القيادة التقليدية. الشاب الدرزي بتطلع بصورة غير وتفكيره آخر لأنه الشاب الدرزي بده حقوق وبده مساواة وبده انه يحس انه اسرائيلي وبحب انه يكون هويته واضحة وتاريخه واضحة ولغته واضحة. عشان هيك الشاب بدك تحكي بلغته مش تحكي في اللغة اللي كانت قبل 20 و 30 سنة. اليوم تغير الوضع وانا بفكر مع الايام القديمة والاشهر القادمة راح تتغير كثير في الطائفة الدرزية وان شاء الله تكون نوصل لوحدة على اساس الشاب الدرزي انه احنا بنقدر نغير الوضع الحالي للطائفة الدرزية. الف شكر ابو ايمن. والصراحة عم بقول لكم تداربا بس تداربا من الامين لالنا احنا عم نقول تداربا لحالنا. 100,000 سهلة وسهلة فينا كلنا سوا. يا جماعة البلد اللي ما ذكرتها بلدي الغالي يركا 100,000 سهلة وسهلة فيكم يركوية. رخيمة بقيم يركا رخيمة بقيم لكل شيء يجي. برخيمة بقيم كل أرخين ومكفار رامي برخيمة بقيم. Yeah.
כולנו מודים לכל תושבי תל אביב שמארחים אותנו, כל הבתים שמסביב, עיריית תל אביב וכל התל אביבים שפתחו לנו את הבית. אנחנו יודעים לכבד ולהגיד תודה למי שמכבד אותנו. עיריית תל אביב תודה, כל תל אביב תודה, אנחנו עורכי כבוד וכולנו ביחד.